في ظل انسداد سياسي واستفحال أزمة تشكيل الحكومة بين عون والحريري وأسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، هل ينزلق لبنان لانهيار مالي كبير تكون له تداعيات مؤلمة على المشهد السياسي؟ كيف يمكن تحقيق توافق وطني واسع للخروج من الأزمة؟ أم إن مفتاح الحل سيكون من خارج لبنان في إطار تسوية إقليمية؟ لبنان، الأزمة السياسية وتداعيات الانهيار الاقتصادي، ندوة ينظمها مركز الجزيرة للدراسات بالاشتراك مع قناة الجزيرة مباشر الثلاثاء في 27 من أبريل نيسان في 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، فقط على شاشة الجزيرة مباشر والمنصات الرقمية للمركز والقناة.